اوكي نكمل الفصل مالنا. جود. نكمل الفصل يقول اوسكومفت عن بانهوف معلومات عند البانهوف. خلينا نتفق على شيء اللي هو فقط عندنا معلومات مو عندنا قواعد. عندنا اوبن يعني فوق، هنتن خلف، فورنا امام، وانتن اسفل. جود. راح نسمع هاي المحادثه من ثم نرتبهم حسب الارقام. Good. Schritt E1. 1. Wo ist hier die nächste U-Bahn-Station? Da vorne. Zwei. Bitte, wo ist hier der Eingang? Da drüben. Drei. Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Da hinten, am Fahrkartenautomat oder am Kiosk. Vier. Gibt es hier am Bahnhof einen Imbiss? Ja, da oben, nur die Treppe hinauf. Sehr gut. Okay, Frau Zahra. اقرا استاذ. اقرا لي واحد اثنين. Wo ist hier die nächste U-Bahn Station? Station. Da vorne. امامك. اين محطة القطار القادمة؟ Next, next القادمة. Da vorne, امامك. Zwei, كملي. Zwei, bitte, wo ist hier der Eingang? أين المدخل؟ دروبن. دا دروبن يعني عبور الشارع، شلون نروح الجهة المقابلة. دروبن يعني الجهة المقابلة. معها يا 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 صورة؟ سي. سي. اوكي اللي هاي انباعوا الجهة المقابلة سي. اوكي فراو إلاف دراي. Wo kann ich ein Fahrkarten kaufen? يعني تذكرة مو شراء تذكرة. أين أستطيع شراء تذكرة؟ أي. Da hinten am Fahrkarten Automat oder am Kiosk. Kiosk. Fahrkarten Automat اللي هي مثلا صراف تذاكر الآلي أو لا كيوسك الكشك. وين هي صورة؟ دي. بي. بي هذا هنتن خلفه. اوكي والاخيرة قلناها. Gibt es hier am Bahnhof einen Imbiss? Imbiss وجبات سريعة. Ja, da oben noch die Treppe hinauf. Sehr gut. يقول oben هذا وانا في الاعلى da oben nur die Treppe. Die Treppe شنو السلم فقط الدرج هذا هنوف للاعلى فقط اصعدي بالدرج للاعلى. وعندنا كيوسك يعني كشك وعندنا إمبس يعني هذا محل وجبات سريعة. واضح هاي مفرداتها حتى الترجمه فوقها. عندنا إيتس فايقول واس أنتورتن دي لويتة. واس أنتورتن دي لويتة. أوكي حوراء جاهزة ما دعت زي استكران. أوكي زي قوت آ كنا يا وو است بيتا دي تويليتة تواليتة هي خلفه ما يعرفوها ما يندل ايش قال له؟ ده هنتا هنتن باي خلفك. اوكي كملي. وو فارا دي بي 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 امامه عفوا فراو. جبت ات هير اين دير نيه اينن فارد استاد هاي هو طويله كلمه فاركاتن اوتوماتن فاركاتن اوتومات. اوكي فاركاتن اوتومات از دوش جلاش ده. اها امامك شنو امامك؟ شنو امام؟ فور
hier vorne. Also vorne. Vorne. Okay, gut. Frau Zahra Salim, Sie? Wo fahre die U von bitte? Wenn halt U von, wenn ich sie unten. Hier. Unten. Wo lach hier? Entschuldigung, wo ist gleich 18? Gleis هذا الرصيف مال قطار هذول يسمون جلايسات هذا 14 17 18 شنو قلنا الجهه المقابله شنو هاي الجهه المقابله دروبن دروبن sehr gut sehr gut دروبن بس هاي النقطتين خلوها عليكم اوكي sehr gut دا دروبن باعوا لهم وقت 18 عبور الشارع مقابل جهه المقابله واضح sehr gut وهذا نوصل من اليسار لليمين كالعاده لكن راح نسمع لأن هاي أسئلة جدا مهمة تفيدكم بالكارتات فراح نسمع جود راح نسمع Schritt E E3 A Entschuldigen Sie, ich brauche eine Auskunft. Wann geht der nächste Zug nach Dresden? Um 16.17 Uhr. B. Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Auf Gleis 17. C. Wo ist der Fahrkartenautomat? Er ist direkt am Bahnsteig. D. Muss ich umsteigen? Ja, in Leipzig. E. Eine Fahrkarte nach Salzburg, bitte. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. F. Eine Frage. Gibt es in Stuttgart einen Anschluss nach Ulm? Ja, Sie haben Anschluss um 10.30 Uhr mit dem RE 1563. Sehr gut. Okay, sind wir zum nächsten Yamin. Wo sind wir, Frau Ilaf? Okay. Ich habe Sie. Entschuldigen Sie, ich brauche eine Auskunft. Wann geht der? Auskunft, Auskunft, معلومات. معلومات. Okay. Wann geht der nächste Zug nach Dresden? متى ينطلق القطار القادم إلى درزن؟ وقت لازم. 16 أو 17. عفية. كملي. Weiter. Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? على أي Gleis ينطلق؟ Auf Gleis 17. Sehr gut. Kamli, Sie? Wo ist der Fahrkartenautomat? Er ist direkt am Bahnsteig. Danke, danke. Prima. Sehr gut. Frau Hara, die? Ja. Muss ich am steigen? اوكي هل يجب علي تبديل وسيله النقل هي محلوله يا ان لايبزيغ لايبزيغ عفيه اي اين فاخت كارت نش زالتسبورغ بيتا اين فاخت بطاقه تذكره الى زالتسبورغ من فضلك ايش قال له اي قال اين فاخ هاي عفية فاينفخ يعني بس روحة one way اثنين und zurück هن und zurück يعني راحة وجاية two way هن und zurück راحة وجاية فاينفخ بس روحة واضح والأخيرة eine Frage gibt es in
Stuttgart einen an Schloss nach um. Okay, يقول هل يوجد في مدينة شتوتغارت توصيلة؟ أنا شلون توصيلة إلى مدينة أول؟ يا يا du haben ein Schloss am um. Um 10:30 mit dem RIE mit رقم okay or mit dem كويس هذا اهم اتمنى تسمعوه على كيفكم البيت ونشوف شلون وصلنا واضح هو كله محلول احنا حلينا سياكوت والفقره الاخيره هنا هي اللي عندنا مثلا بالامتحان عندنا فاكاته وعندنا تسوق عندنا نسوي عليهم اسئله هسه الفاكاته بس هي هاي بعد اوكي هسه على كيفها شوي هاي مهمه واو هاي الفاكاته نسوي مالنا الكارت كانما هذا الكارت جانا وعندنا هاي كارت للتسوق اوكي ونكتب سوق شنو تسوق؟ قطار شنو فاكارته؟ تذكرة نريد نسوي عليهم أسئلة فراو إلاف تقدرين نسوي لنا سؤال على سوق؟ هو دير عادي فان جهن دن تسوق فان جيت دير تسوق عفير يعني فاعل واحد. فان جيت دير تسوق. أو متى يصل شو نقول فان؟ فان كم دير تسوق. عفير. خلوا لي هنا آن بالأخير. الفاكرة فراو زهراء سالم. فولن فوهن. لا فاكرة. تذكر. من أين أشتري؟ من أين أشتري؟ فو ها. أي فو. كافه ايش قصدك فوهن ايه فو كافه ايش دي ايش دي فاكارته زين نقدر نسال على السعر هاي فا في كا فاس كاس فاس كوست فاس كوست دي دي فاكارته فاكارته ناخ برلين مثلا كم ساعة تذكرة إلى برلين؟ واضح؟ هاي جدا مهمة بالامتحانكم تحفظوها بهالأسئلة مثل ما رتبتوها على جديدكم تمام؟ تذكرة سفر؟ أستاذ نقدر نسأل يعني هم مثلا مثل ما كاتبي مثلا كان إيش يعني هذا استطيع الحصول على تذكرة؟ لا رشتش أوكي تمام ليش لا؟ مهم نشت أوكي دو كانست يمكنك واضح؟ كوت من هاي تكتبوها تحفظوها على كيف كنتم نشوفها بالهاي اوكي مثل ما هنا انتم سويتوا وكان ايش فاكاتن كاوفن وين اقدر اشتري تذاكر ايش براوخ اين فاكاتن مانهايم انا احتاج شنو تذكر الى مانهايم تسوق سويتوا بي قولنا شنو هاي الفعل المناسب شنو يبدل قلنا امشتايجن عافيه امشتايج نقدر نسوي سؤال فو مس ايش ومشتاقين حتى كلهم سوينا عليهم اسئله اين يجب علي ان ابدل وسيله النقل ومشتاقين مبدل وسيله النقل تقول له مكان الجواب مالته ان برلين ان لايبزيغ واضح شباب جود هذا لهنا توقف ما راح ناخذ اكثر اليوم مثل ما اشتغلنا قلنا اخذنا ادوات الجر احرف الجر عفوا وخدنا فو والفوهن بالفصل 11 مت بواسطة وخدنا فو والفوهن إلى أين وإلى أين وعندنا وسائل النقل فيها كاس مثل خدناها تنولناها أوكي وهنا الأمور اللي يحتاجها كل هالمعلومات خدناها على القطاع سيبت قلنا هسه الواجب الهاوس أوف كعبة العفو أي نعم هابن سيفتاكي حصلوا فراغ اوكي النخ تجي بمعنى الى نخ او بعد النخ الى ما تجي بمعنى بعد طبعا اذا بعدها زمان او مكان عادي تجي بعد ماكو اشكال حسب المعنى دنك نيناتو هسه احنا الان اخذناها شنو الى بعد ما جايه بعده هناخذها بالفصل 12 بعده هم نشرح عليك
Gut. هسه عندنا كواجب بيتي. اوكي. ايش عندنا والله؟ هاي الكلمات بال 15 بس تراجعوهن. تراجعوهن حفظ. فقط الكلمات تمرين 15. تسعتاعش تقروا قراءة 19 جدا مهم بأسئلة وأجوبة بس اقروا هذا مراجعة 21 على كيفكم شوف الفو شو ما سوينا احنا حاطين الفو هن والمهم عندكم 23 بالأفعال اللي خدناها اليوم اينشتاين أو سيشتاين أو مشتاين تكتبهم على أفعال على الصور وهاي المفردات هم عندك أنكونت فاكاتة أبطار فار بلان خطة خطة السفر شارتر كابينة دورش زاقة هاي مكان الأقوال والنداءات أوكي هم على كيف كتبوا هاي الكلمات حفظ 23 هذا كل ما فيه فصل 11 أوكي ها 24 بس أقول لكم راجع بي أسئلة تفيدكم Das ist alles هذا كل شيء اوكي ان شاء الله يوم يا يوم عندنا احنا يوم السبت ان شاء الله نلتقي اتمنى الكل شفاء العاجل لكل ان شاء الله اوكي استاذ عندي سؤال بالنسبه لصيغه الامر اي انا كنت ما موجوده وقتها بس هاي الافعال اللي بها حرف ام لاوت يعني مثلا بالتصنيف مالتهم مثلا شلافن يصير شلافت يعني ويا هذا الدو اي شلافس اي يعني بصيغه الامر كاتبين ويدو انه الاملاوت نحذفها هاي يعني النقاط من الحرف شليفست مو هيك شيء يعني النقاط من الامر احذفها اشلاف اشلاف زين يعني زين هاي هم ويا الزي والاغل وبس ويدو لا 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 بس ويدو هو الدو شاد اما زي مو شاد والاير مو شاد عفوا الاير الانتم مو شاد ما له علاقه زين يعني هاي الأملاوت بس يعني إذا أكو يعني مو من أصل الفعل إذا جتي بس ويا التصنيف نحذفها فقط ويدو بالضبط هسا عندك فاغن مو صح قولها فاغن زي لانزام شنو يعني سوق ببطء مو وإذا مجموعة أقولهم فارت لأن الفعل نفس الإضافات مالتنا ما يصير فعل شاذ بالزي والإير صح ولا أخذناهم وين يصير عندنا شاذ؟ هذول اللي يسوون مشاكل دو ويا دو زي اس اوكي فهو يعني ده الام فيات لانزام سوقه ببطء اما الدو هو الدو شنو مالته فيرست مو صح؟ نشيل اس تي ونشيل اي شو يصير؟ فار لانزام يعني اذا الام لاوت من اصل الفعل ما نحذفها لا ما نحذفها الا اذا بالتصريف شاذ الا اذا بالتصريف شاذ اوكي جود اوكي alles gut wir bleiben in kontakt نبقى على تواصل ان شاء الله اوكي جوت نخت اقرأ زين اوكي مع امتحان اوكي مع السلامه والشفاء العاجل للمرض اوكي الله يعافيك مع السلامه الله معك